كورونا، هذا الفيروس الذي أوقف العالم على رجل واحدة. الارتفاع الفاحش في أسعار الكحول والمستلزمات الطبية إن وجدت حول المشهد للقول هذا من فضل كورونا. المبالغة التي قامت بها صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس الكورونا أخذت المشهد بعيدا بعيدا. كذلك الإعلام لعب دورا كبيرا في تضخيم هذا الفيروس ليتحول إلى طوطم رعب وهلع، ربما كان ذلك على حساب الحل. ردود الأفعال ما بين الغرب والعرب. فيروس كورونا، النجم الذي سرق الأضواء. المراوغة والنفاق الأمريكي في الشمال السوري. يبين هذا الرسم بأن ترامب رجل مرتزق بكل معنى الكلمة، يفعل كل شيء مقابل المال، وهذه ثقافة راعي البقر الأمريكي. نعم، هكذا البعض يتظاهرون بمساعدتنا وننخدع بتصديقهم. الأمريكي والغطاء الأخلاقي الذي يدعيه إزاء العالم في تغطية جرائمه.